بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى مع تصحيح مواضيع البكالوريا، اليوم مع موضوع الأول للشعب العلمية المشتركة. ولكن قبل أن نبدأ في تحليل هذا الموضوع، أوضح أن هذا التصحيح ما هو إلا اجتهاد شخصي، ويبقى التصحيح النموذجي الوزاري هو الأساس. نبدأ أولا بالتعرف على النص الأول، وهو النص الشعري، وهو للشاعر العراقي معروف الرصافي. أولا بالتعرف على مضمون القصيدة، ثم نحاول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. كتبت لنفسي عهد تحريرها شعرا، وأشهدت فيما قد كتبت لها الدهرا. لذاك جعلت الحق نصب مقاصدي، وسيرت سر الرأي في أمره جهرا. وجردت شعري من ثياب ريائه، فلم أكسه إلا معانيه الغرا. هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهرا، فتضرب للأنظار من دونه سترا؟ وأن تبصر الأشياء بيضا واسعا، فتظهرها للناس قانية حمرا. أحب الفتى أن يستقل بنفسه، فيصبح في أفكاره مطلقا حرا. وأكره منه أن يكون مقلدا، فيحشر في الدنيا أسيرا مع الأسرى. إذا كان في الأوطان للناس غاية، فحرية الأفكار غايتها الكبرى. فأوطانكم لن تستقل سياسة، إذا أنتم لم تستقلوا بها فكرة. إذا لم يعش حرا بموطنه الفتى، فسم الفتى ميتا وموطنه قبرا. أحريتي إني اتخذتك قبلة، أوجه وجهي كل يوم لها عشرا. إذا كنت في قفر اتخذتك مؤنسا، وإن كنت في ليل جعلتك لي بدرا. وإن لامني قوم عليك، فإنني لملتمس للقوم من جهلهم عذرا. إذن كما قلنا، هذا النص هو للشاعر معروف الرصافي، والقصيدة بعنوان في سبيل حرية الفكر. النص أيضا متبوع ببعض الشرح اللغوي، الغرة بمعنى الواضحة، قانية حمرة بمعنى شديدة الحمرة، بيضا واسعا خالصة البياض صافية، تخذتك بمعنى تخذتك. هذا بالنسبة لشرح المفردات. نبدأ بالتعرف على الأسئلة والإجابة عنها. نبدأ أولا بأسئلة البناء الفكري. السؤال الأول: استهل الشاعر قصيدته بعهد قطعه على نفسه، فيما تمثل هذا العهد، وما هي المبادئ المثلى لتحقيق ذلك؟ إذن إجابة هذا السؤال تتضح في بداية القصيدة، في قوله: كتبت لنفسي عهد تحريرها شعرا. وهنا العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه هو تحرير نفسه، وأن يجعل شعره ملتزما بهذه الحرية، أي أن هذه الحرية تظهر في شعره. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال، وهو المبادئ المثلى لتحقيق ذلك، فتظهر الإجابة على هذا السؤال في الأبيات الموالية للبيت الأول، وهي: قول الحق والمجاهرة به والجرأة على قوله. ويظهر ذلك في قول الشاعر: لذلك جعلت الحق نصب مقاصدي، وسيرت سر الرأي في أمره جهرا، بمعنى هنا قول الحق والمجاهرة به. ثم لدينا الصدق والصراحة وعدم الرياء، ويظهر ذلك في قوله: وجردت شعري من ثياب ريائه، فلم أكسه إلا معانيه الغرا، بمعنى هنا الصدق والصراحة وعدم الرياء فيما يعبر عنه في شعره. ثالثا: فهم الأمور على حقيقتها، ويظهر ذلك في قوله: أن تبصر الأشياء بيضا واسعا، فتظهرها للناس قانية حمرا، بمعنى هنا يجب فهم الأمور على حقيقتها وإظهارها كما هي، أي إظهار الحق دون تغيير أو تلفيق. هذا بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالعهد الذي قطعه على نفسه، وكذلك المبادئ المثلى لتحقيق ذلك. ننتقل إلى السؤال الثاني: دعا الشاعر إلى التحلي بمجموعة من القيم السامية، استخرج قيمتين منها مبرزا أهميتها في بناء الفرد والمجتمع. بالنسبة للقيم، هناك قيم كثيرة في النص دعا إليها الشاعر، من بين هذه القيم هي قوة الشخصية، ويظهر ذلك في قوله: أحب الفتى أن يستقل بنفسه، بمعنى أحب أن يكون له شخصية قوية مستقلة. أيضا حرية التعبير والتفكير، ويظهر ذلك في قوله: فيصبح في أفكاره مطلقا حرا، بمعنى حرية التفكير والتعبير.
يظهر أيضا في قوله: حرية الأفكار غايتها الكبرى. أيضا فأوطانكم لن تستقل إذا أنتم لم تستقلوا بها فكرة. وهنا يتحدث عن حرية الفكر ويركز على هذه النقطة. إذا حرية التفكير، استقلالية الرأي، قوة الشخصية هي أهم القيم التي دعا إليها الشاعر، ويمكن أن نصنفها في قيم سياسية أخلاقية إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال. ننتقل إلى جزئه الثاني، وهو أهمية هذه القيم في بناء الفرد والمجتمع. بالنسبة لهذه الجزئية، هناك الكثير من الأفكار التي يمكن أن نتحدث عنها. فيمكن أن نقول أن الحرية تجعل الفرد أكثر إبداعا وابتكارا وعطاء في أفعاله وأقواله. تعزز الحرية قدرة الإنسان على التواصل وإبداء الرأي ومشاركة الآخرين مشاكلهم وهمومهم. أيضا ممكن أن تؤدي الحرية وقوة الشخصية إلى رفع مستوى التعليم، إلى رفع المستوى الثقافي العلمي للمجتمع والأفراد، زيادة التعاون والتبادل، رفع الظلم والاستبداد. وأيضا كل هذه الأمور لها تأثير على المجتمع، فتساهم في رقي هذه المجتمعات وتطورها، لأن الحرية تجعل الأفراد يبرزون ما لديهم من مهارات وقدرات ويسخرونها في خدمة وطنهم وتقدمه. أيضا تشعر الفرد بقيمته في المجتمع وأن له دور في تطويره ورقيه. تحقق السلام والأمن لأفراد المجتمع. ويمكن الحديث عن الكثير من الأمور في هذه الجزئية. ننتقل إلى السؤال الثالث: ماذا يمجد الشاعر في الأبيات الثلاثة الأخيرة؟ مثل بعبارتين من النص وشرحهما. بالنسبة للأمر الذي يمجده هو الحرية، إذن يمجد الشاعر في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة الحرية، مثل: أحريتي إني اتخذتك قبلة، ومثل قوله: إذا كنت في قفر اتخذتك مؤنسا، وإن كنت في ليل جعلتك لي بدرا. ثم مطلوب شرح هذه العبارات. بالنسبة للعبارة الأولى: أحريتي إني اتخذتك قبلة، أوجه وجهي كل يوم لها 10. هنا اتخذ الشاعر أو جعل الشاعر حريته حقا ومبدأ من المبادئ المقدسة التي لا يحيد عنها ولا يغيرها، بل هي مقصده الذي يلجأ إليه دائما وأبدا، مثلها مثل القبلة كما ذكر. بالنسبة للعبارة الثانية: إن كنت في قفر اتخذتك مؤنسا، وإن كنت في ليل جعلتك لي بدرا. فهنا أيضا جعل الشاعر من الحرية المؤنس له في أوقات الشدة، وكذلك النور الذي يهتدي به أوقات العصيبة أو في الشدة والأزمات. هذا بالنسبة للشرح. هنا الشرح يعود للتلميذ حسب فهمه لهذه العبارات. ننتقل الآن إلى السؤال الذي يليه، في البيتين السادس والسابع: عاطفتان متباينتان أبرزهما مع الشرح. إذن في البيت السادس يقول: أحب الفتى أن يستقل بنفسه فيصبح في أفكاره مطلقا حرا، وأكره منه أن يكون مقلدا فيحشر في الدنيا أسيرا مع الأسرى. إذن العاطفتان هما عاطفة الحب والكراهية. فالشاعر يحب الفتى المستقل بشخصيته الحر والمنطلق في تفكيره المبدع، ويكره المقلد الذي تذوب شخصيته في شخصية غيره فيصبح أسيرا مقلدا لغيره. هذا بالنسبة لأسئلة البناء الفكري. ننتقل إلى أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول: وظف الشاعر ضمير المخاطب في البيتين الأخيرين، حدده واذكر عائده وفائدته. بالنسبة للضمير هو كاف الخطاب في قوله: اتخذتك، اتخذتك كذلك، جعلتك. إذا هنا كاف الخطاب تعود على الحرية، إذا العائد على الحرية. فائدة الضمير هنا هو الربط بالإحالة بالضمير، تجنب التكرار وتحقيق الاتساق أو الربط. هذا بالنسبة للسؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني: أعرب ما يلي إعراب مفردات أسيرا الواردة في عجز البيت السابع إذا الواردة في صدر البيت العاشر. إذا نبدأ أولا بالكلمة الأولى في قوله: فيحشر في الدنيا أسيرا مع الأسرى. كيف يحشر أسيرا؟ هي إجابة للسؤال كيف، اسم نكرة منصوب، إجابة للسؤال كيف مشتق.
هذا دليل على أن الكلمة هي عبارة عن حال. إذن أسيرا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. بالنسبة لي إذا لم يعش حرا، إذن هنا إذا هي عبارة عن ظرف بمعنى حين لم يعش، فهي ظرفية. إذن ظرف لما يستقبل من الزمان، متضمن معنى الشرط غير الجازم، مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية. هذا بالنسبة لإعراب المفردات. بالنسبة للسؤال الذي يليه هو إعراب الجمل. لن تستقل سياسة الواردة في سطر البيت التاسع، اتخذتك مؤنسا الواردة في سطر البيت الثاني عشر. بالنسبة للجملة الأولى فأوطانكم لن تستقل سياسة، أوطانكم مبتدأ، إذا اسم في بداية الكلام، فهنا هذا الاسم هو عبارة عن مبتدأ مرفوع. إذا جملة لن تستقل سياسة هي جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ أوطانكم. ثم اتخذتك مؤنسا في قوله إذا كنت في قفر اتخذتك مؤنسا. إذا إذا ظرفية وهي شرطية، إذا بما أنها شرطية فلدينا جملة شرط وجملة جواب الشرط، فاتخذتك مؤنسا هي جملة جواب الشرط غير الجازم، لا محل لها من الإعراب، إذا لأن إذا شرطية غير جازمة، إذا اتخذتك مؤنسا جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. بالنسبة للسؤال الذي يليه، حدد الأسلوب البلاغي الوارد في البيت الرابع، بين نوعه وغرضه. في البيت الرابع يقول الشاعر: هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهرا؟ فهنا أسلوب إنشائي بصيغة الاستفهام، فهنا هل استفهام؟ فهنا أسلوب إنشائي بصيغة الاستفهام، غرضه التعجب أو الإنكار، فالشاعر هنا يتعجب. إظهار الحق وقول الحق أصبح كفرا، إذا هكذا يتساءل بطريقة فيها تعجب وفيها إنكار، إذا هذا هو الغرض البلاغي من الاستفهام في هذه الجملة. ننتقل إلى السؤال الذي يليه: ما نوع الصورتين البيانيتين الآتيتين؟ اشرحهما وبين سر بلاغة كل منهما. فلم أكسه إلا معانيه الغرة، موطنه قبرة. إذا نعود إلى الصورة البيانية في قوله: وجردت شعري من ثياب ريائه فلم أكسه إلا معانيه الغرة. إذا هنا الصورة هي عبارة عن استعارة مكنية مزدوجة. لماذا؟ لأن الشاعر شبه شعره بالإنسان. لم أكسه الهاء تعود على الشعر، شبه شعره بالإنسان الذي يكسى بالثياب، فذكر المشبه وهو الهاء التي تعود على الشعر، وحذف المشبه به وهو الإنسان، وترك قرينة دالة عليه وهي أكسه، أي ألبس على سبيل الاستعارة المكنية. أو نقول أنه شبه معانيه، لم أكسه إلا معانيه الغرة، بمعنى أن المعاني أصبحت لباس، فهنا شبه المعاني بالثياب، وذكر المشبه وهو المعاني، وحذف المشبه به وهو الثياب على سبيل الاستعارة المكنية. بالنسبة للشرح، إما أن تشرح بجزئها الأول أو تشرح بجزئها الثاني، إذن هنا استعارة مزدوجة. فهنا سر بلاغتها بالنسبة لتشبيه الشعر بالإنسان، نقول تشخيص المعنوي وهو الشعر في صورة تشخيص المعنوي وهو الشعر في صورة الإنسان، ليتضح معنى الصدق والصراحة في شعره، لأنه قال: ولم أكسه إلا معانيه الغرة، بمعنى أنه يتضح الصدق والصراحة في شعره. هذا بالنسبة للصورة البيانية الأولى. أما بالنسبة للصورة البيانية الثانية في قوله: فسمي الفتى ميتا وموطنه قبرا، موطنه قبرا، إذا الموطن كالقبر، الموطن كالقبر، إذا يجوز أن ندخل أداة التشبيه. فهنا دليل على أن هذه الصورة هي عبارة عن تشبيه، لأنه يوجد مشبه ويوجد مشبه به، فهنا تشبيه بليغ، شبه الموطن بالقبر، ذكر المشبه والمشبه به، وحذفت الأداة ووجه الشبه. إذا المشبه مذكور والمشبه به مذكور، لكن الأداة ووجه الشبه محذوفان، لذلك هنا نقول تشبيه بليغ. سر بلاغته توضيح المعنى وتقويته، وبيان أهمية الحرية في بناء الأوطان. هنا يريد أن يبين أن الحرية لها أهمية كبيرة في بناء الأوطان، لأن الوطن بدون حرية كالقبر. إذن هذا هو المعنى المراد توضيحه من هذه الصورة البيانية.
هذا فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة الواردة في الموضوع الأول. وهنا ملاحظة أخرى، قلت أن هذه الإجابات هي اجتهاد شخصي، ويبقى التصحيح النموذجي الوزاري هو الأساس. إذن أتمنى للجميع الاستفادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.